يخزق كارلوس شعراته ويخزق النص، يخزق شعراته ويخزق النص لمحل وصل قال لي طلال ربيع بليز انتم ما بقى تحكوا بالمشهد هيدا. مرحبا واضح، أنا اليوم موجودة بالعرض الأول لأفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة الدولي. تابعوا معي مقابلات حصرية مع ممثلين ومخرج فيلم أرض الوهم. هذا بده يجي يحضر الفيلم حيكتشف نظرة على لبنان، حتعبي له قلبه، حيشوف ممثلين رائعين، حيشوف قصة حيتسلى فيها، حيتأثر فيها، إنه حيشوف كل هالشي وحيتسلى وحيتأثر وحينبسط. ماما ليش في حرب؟ قصة كتير معقدة حياتك. أي متى رح تستوعبوا إنه إذا العرب ما توحدوا ما فيهم يعملوا شيء؟ الفيلم انعرض بفرنسا، ديجا انعرض بإسبانيا، انعرض بعدة بلدان، ما عندي ليستة البلدان اللي انعرض فيها وحصل جوائز كبيرة. هلأ بالنسبة لإلي عم ركز على لبنان لأنه هيدا بالنسبة لإلي أهم شيء، إنه الفيلم يطلع بلبنان ويشوفوا اللبنانية. حابب أعرف كيف ردة فعل الجمهور اللبناني على الفيلم. ليلى، ليلى c'est une petite شيخه، c'est une maman. بال 1958 عم تصير الاحداث، هي الكبيره بالبيت، بتحب كثير تجرب تمشي على طول بالطريقه الكوركت، الطريقه التقليديه، بتعيش الصراع بين شو لازم وشو الحياه بتتطلب من الانسان عموما يعني، وبالاخص من الامراه. ما قلت لك بكره نازل على بيروت مع بي. هذا الشيء بيموت. انا بقدر اقول انه رساله ليلى بس انه تقول لا، لانه اوقات كثير الامراه بتضطر تقول ايه وهي عبالها تقول لا، ف صار لازم نقول لا. تترك الماما لحالها بالمهرجان. في اقول لك شو اضاف لي ارض الوهم؟ اضاف لي تجربه جديده مع مخرج جديد، مع نص جديد، مع طريقه اداره ممثل من قبل كارلوس مختلفه ماني معود عليها. بخبرنا شوي كواليس هذا الفيلم. يعني وقت جمعنا مع الفرنساوية انه قاعدين على طاوله اكل وبدي احكي فرنساوي، صار يخزق بشعراته ويخزق الوراق معهم، يخزق كارلوس شعراته ويخزق النص، يخزق شعراته ويخزق النص لمحل وصل قال لي طلال ربيع بليز انتم ما بقى تحكوا بالمشهد هيدا، بنصير بل بس يصير عربي انتم بتحكوا. بيبت عمري انت يا حياتي، احنا ما بدنا نعمل مثلك ليلى، بدنا نعيش حياتك. بعتذر. فيلم طالع مثل ما مفكر فيه كنت، فيلم حلو اجتماعيا بياخدك على مكان بتشوفي كيف كانت التعاطي بوقتها بين المرأة والرجل، بين الأهل والبنت. سالي